بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول الشاعر: تعلم العلم واقرأ، تنل فخر النبوة. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أما بعد، النهاردة معلومة بسيطة وميسرة عن السنة داخل المؤسسة العقابية وكيف تحسب هذه السنة. في الحقيقة اللي دعاني لهذا المؤلف البسيط أو لهذا الفيديو مبدئيا، أنا بدأت بالفعل في إعداد مؤلف حول هذا الموضوع، وكان الدافع إن كتير بنسمع وللأسف من أحيانا من زملاء محامين إنهم بيقولوا إن السنة داخل المؤسسة العقابية داخل السجن بقت 6 أشهر، والبعض كمان وصل انه بيقول ان السنه العقابيه دلوقتي بقت 4 شهور، يعني اللي محكوم عليه ب 8 سنوات هيقضي 2 سنين فقط، 24 شهر. وده طبعا غير معقول وغير قانوني وغير مقبول على الاطلاق. السنه العقابيه داخل المؤسسه هي 12 شهر. 12 شهر كامله. دي السنة العقابية داخل المؤسسة، ولكن هناك استثناء على هذا الأصل، يعني الأصل العام أن السنة مدتها 12 شهر. قانون تنظيم السجون في المادة 52 كان بيقول في مادة 52، وهذه المادة وردت تحت عنوان الإفراج تحت شرط، يعني مش إفراج مطلق، إفراج بشروط. المادة دي كانت بتقول انه يجوز الافراج في حالة اذا قضى المحكوم عليه 3/4 المدة. طيب، بعد ما تم تعديل هذه المادة مؤخرا بالقانون رقم 6 لسنة 2018، اصبح يجوز الافراج عن المحكوم عليه اذا قضى المحكوم عليه نهائيا بعقوبة اذا قضى داخل المؤسسة العقابية نصف المدة، ولكن هذا بشروط. لذلك ورد تحت الإفراج تحت شرط. الشرط الأول لو تمعنا في النص وقراءة هذا النص، أن يكون سلوكه يدعي لذلك، سلوكه داخل المؤسسة العقابية ينم عن أنه إنسان أصبح يعني هناك ردع ارتضع لهذه العقوبة، يعني الفترة اللي قضاها داخل المؤسسة كان لها أثر إيجابي واضح عليه داخل المؤسسة، وده أكيد هيقوم بتحديده المأمور كل سجن، القائم على السجن. يبقى إذن الموضوع غير مطلق، مش كل من قضى نصف المدة هيجوز الإفراج عنه. دي الشرط رقم واحد. الشرط الثاني، الشرط الأول متعلق بسلوكه داخل المؤسسة، يبقى ده هيحدده القائم على السجن زي ما قلنا مأمور السجن. طيب، الشرط الثاني، وأن لا يكون الخروج أو الإفراج عنه يؤثر على الصالح العام أو الأمن العام. يعني لو خروجه بعد نص المدة، بعد أن يقضي نصف المدة، هيكون ليه أثر على النظام العام أو الأمن العام، يبقى لا يستفيد من هذا الإفراج، من هذا النص اللي هو نص المادة 52. إذن هذا الإفراج إفراج مشروط له شروط. طيب، دي شروط أنا من وجهة نظري هي شروط موضوعية بينظر فيها القائم على السجن، هو مأمور السجن. يعني لو مأمور السجن رفع تقرير عن بعض السجناء بأنهم لا يستحقوا هذا الإفراج، وأن الإفراج عنهم قد يؤثر على الصالح العام أو المصلحة العامة، فلا يستطيع أن يستفيدوا من هذا الشرط. كما أنه لو تم تقديم تقرير من مأمور السجن يفيد بأن السجين أو النزيل مشاغب وسلوكه غير قويم داخل المؤسسة، فبالتالي سيكون له أثر سلبي على السجين، ومن ثم لا يستفيد بهذا الإفراج، وهي المادة 52 من قانون تنظيم السجون. طيب، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بقى والأهم، ودي فيها منع بصريح، بصورة صريحة،
بالقانون رقم 19 ل 2020 الصادر عن رئيس الجمهورية بتعديل بعض القوانين وبتعديل المادة 52 من قانون السجون، وأضاف مادة 52 مقرر لهذا القانون، فيما معناه أن هناك بعض الجرائم لا يستفيد مرتكبوها من هذا النص، أيا كان الوضع بقى سلوكه سليم، سلوكه حسن داخل المؤسسة، خروجه لا يؤثر على النظام العام، لا يستفيد على الإطلاق. وحدد القانون هذه الجرائم على سبيل الحصر. رقم 1 هي جرائم التجمهر، رقم 2 جرائم المخدرات، رقم 3 جرائم غسل الأموال، رقم 4 جرائم الإرهاب. دول 4 جرائم حددهم القانون على سبيل الحصر، لا يمكن الاستفادة لمرتكبهم من قانون من المادة 52 من قانون تنظيم السجون، وهي الإفراج تحت شرط. إذن لا يصح القول على الإطلاق بأن سند السجن أو السنة داخل المؤسسة العقابية هي 6 أشهر أو 4 أشهر، فهذا الكلام لا يمكن أن يطلق هكذا، وإنما هذا الكلام له شروط وله ضوابط، ومن الممكن أن يتم التلفظ به لأحد الموكلين، ومع ذلك قد لا يستفيد الموكل من هذا النص أو هذه المادة، فبالتالي يصبح ترويج لبعض الأمور، أو يكون شكل المحامي أمام موكله يعني يظهر بصورة لا تليق به. وبالتالي إن شاء الله لقد شرعت في إعداد مؤلف موجز عن هذا الموضوع، وسيكون شامل أيضا لما يسمى بالحبس الاحتياطي وشروطه ومبادئه، حتى يكون المؤلف يعني ذات قيمة يستطيع الاستفادة منه للزملاء. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.